ما دام الاسئله، ايه رايك في شركه تيليفورمنس؟ انا جاي لي عرض منها، تعتبر شركه دوليه انترناشنال. نصيحتي، صناعه الكول سنتر نفسها مجهده، فانت مهما تسال على اي شركه من كول سنتر الناس بتشتم فيها سواء بالايجابي او السلبي. اي مكان، انا نصيحتي لو هو ده المتاح بالنسبه لك قدم. لو عندك اكتر من كول سنتر شوف على حجم الاكونت. معروف طبعا تيليفورمنس في اكونتات صعبه زي ما احنا قلناها، اي تي ان تي، كريكت، في اكونتات عندها صعبه. ولكن نصيحتي قدم لو هي دي المتاحه، مفيش حاجه متاحه اقول لا لا، روح وابدا واشتغل. وعاده في اول حياتك ابدا اي حاجه. ونصيحتي للناس ابداوا في مجال الكول سنتر، ولكن دي صناعه انت ما تكملش فيها حياتك، فسنه اتنين زي الفل. قدم بقى على شركات وحاجات في الوظيفه بتاعتك، وان شاء الله تجد فيها فرصه عمل في المجال بتاعك، وربنا يوفقك ويكتب لك كل خير وبالتوفيق باذن الله تعالى. ولكنها كمرحله تعتبر كويسه ممكن انك تبدا بيها، وربنا معاك.